بعد سقوط العاصمة المؤقتة عدن وإثبات تورط السعودية والإمارات في تقسيم اليمن. ما هي الخطوة القادمة؟ ولماذا لا يطلب هادي إنهاء دور التحالف في اليمن بعدما حدث في عدن؟ أم أن اللعبة ستستمر وسنشهد اتفاق سلم وشراكة جديد؟ أهلا بكم. سقط القناع عن القناع. لا إخوة لك يا أخي، لا أصدقاء، يا صديقي لا قلاع. هكذا يبدو وضع اليمنيين كما يختزله درويش العظيم. حلفاء الأمس هم خونة اليوم، والأصدقاء تركوا اليمن يذبح كثور في يوم عيد. نقف اليوم بشرعية فقدت تأثيرها وفاعليتها، وبات ثقلها على التحرير والقرار السياسي أداة هدم وإسكات بيد التحالف الغادر، فيما يعلن المجلس الانتقالي رفضه الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، تدعو ميليشيا الحوثي للمصالحة، وتلتقي الرياض وأبو ظبي على وليمة عمادها لحوم اليمنيين. اليوم ينكل باليمنيين في عدن وصنعاء وحجة والحديدة وتعز. لا توجد مدينة إلا وهي تئن بالخيانات، خيانة الشرعية لواجبها والحلفاء لواجب جيرتهم. وبعد أن شحبت الحناجر المنددة بخيانة الإمارات، تتكشف الأمور عن قرب وأن الإمارات لم تكن سوى الوجه المكشوف لنوايا السعودية التي قررت تفتيت اليمن وتكبيل شرعيته. فما الذي بيد الشرعية الآن؟ صحيح، نحن نقر بالهزيمة ونبارك للإشقاء في الإمارات العربية المتحدة. النصر المبين علينا. هزمت اليمن مرة ثانية، هذه المرة بأيدي الحلفاء. في الصمت المريب عن ما حدث لنا ويحدث في عدن، وأيضا للإشقاء في المملكة العربية السعودية، على الصمت لمدة 4 أيام، وشريكنا في التحالف يذبحنا من الوريد إلى الوريد. بعد 4 أيام من انفجار الوضع وسيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية العسكرية والمدنية بما فيها القصر الجمهوري في معاشيق، وبعد أن تم كل شيء ولم يعد هناك من يحارب، ظهر خطاب الرياض مطالبا بوقف إطلاق النار. ورغم التهديد السعودي، يزداد الانتقالي ضراوة وسط تأكيدات بأن السعودية ستتخذ أي إجراء عسكري ضده. سقطت عدن في قبضة الانتقالي وشلت يد هادي عن عاصمته الثانية، وفقد اليمنيون ثقتهم بالتحالف والسعودية معا. أما الشرعية فلم تعد مجرد طرف في كل صراع، بل إنها خرجت خارج دائرة الفعل والتأثير وباتت عبئا على الجميع، خصوصا بعد سلب قرارها السيادي كليا من قبل الرياض. يقول مراقبون إن فكرة الحل عسكريا باتت شبه مستحيلة، وإن البلد باتت تتنازعه ميليشيات خارج القانون، وفي أحسن الأحوال ستصبح هي القانون والدولة ما لم تدخل اليمن في متاهة عنف دون نهاية. تشهد عدن في الساعات الأخيرة موجة عنف ضد المواطنين من أبناء الشمال، أو من أولئك الواقفين في صف الشرعية من أبناء الجنوب، ناهيك عن عمليات سلب ونهب تطال المساكن والمحال التجارية كتلك التي حدثت في صنعاء عقب إسقاطها من قبل ميليشيا الحوثي، أو أسوأ قليلاً. في اللحظة التي ينكل فيها برجال الشرعية في شوارع عدن وإسقاط آخر أوراق هادي، كان هادي يثني على الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين. وفي الحقيقة لم يعد بوسع هادي إلا الثناء على الأشقاء والعودة إلى سباته المعهود. الموقف السعودي هو ذات الموقف الإماراتي، وتبادل الأدوار بينهما من أجل إنجاح المخطط وإسقاط ما تبقى من الدولة كما يراه الكثير. مطالبات لهادي بإعلان إنهاء دور التحالف أو مكاشفة الشعب والمجتمع الدولي بما يرتكبه التحالف من حماقات في اليمن. فلطالما راوغ الخطاب الرسمي للشرعية أمام الانكشاف الواضح في الانتهاكات من قبل التحالف ودعم الفصائل والميليشيات وقصف الجيش الوطني. أقرب سيناريوهات المرحلة القادمة هو المزيد من تفكك الشرعية، فيما ترسخ في أذهان اليمنيين شواهد تاريخية لأسوأ مرحلة عاشها اليمنيون دون قائد.
إذن مشاهدينا الكرام، مرة أخرى كل عام وأنتم بخير في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وفي هذه الحلقة سيكون معي الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء الخير، أهلا بك. إذن نتحدث عن سقوط العاصمة الثانية للجمهورية اليمنية وتحول كبير في المشهد اليمني، كيف تقرأ هذه الأحداث؟ أولا نحن أمام تحول في ما يسمى خارطة القوى. يعني هناك الآن أصبح لدينا خارطة جديدة من تتشكل، من تشكلت، هي الآن موجودة يعني، لكن الآن هو تشكلت، ولكن هناك فعل، هذا الفعل الكبير اللي حدث هو أسس لخارطة ووضحها جيدا، اللي هي فاعل غير الدولة في الشمال، فاعل غير الدولة في الجنوب. لكن إذا ربطنا بتلاحظ أن نفس المخرج، نحن نريد فقط حزب الإصلاح وعلي محسن، ولا نريد، نريد القشيبي، ثم يتقدمون ثم ينقلبون على الدولة. هنا يريدون يخرجون التجمع اليمني للإصلاح، الإخوانجية، حماية المواطنين، ثم ينقلبون عن الدولة، وبالتالي هناك ميليشيات وهنا ميليشيات. إذن نفس المخرج، ونحن اليمنيين لم ندرك أننا يعني خطط لنا أن تسقط العاصمة، وتدخل، ويقال أن تدخل دول التحالف تحديدا السعودية، دعوة الرئيس جاءت متأخرة بعد التدخل، وإن استدعى المملكة العربية السعودية فإن الإمارات تم تستدعى. الإمارات منذ اللحظة الأولى، منذ دعم الحوثيين، وهي تريد تستهدف القوى التي تقدمت مشهد 2011، وبالتالي بدأت الثورة المضادة. وهناك في على مستوى الجنوب أول ما وطأت قدمها، كنا نشاهد ونتحدث من هذا البرنامج، يعني لا يمكن لطرف أو حليف يأتي إليك يؤسس ميليشيات وأحزمة ويمنع الرئيس من العودة، يجفف موارد الدولة، يفشل الدولة في إدارة حياة المواطنين، يحفز المزاج الانفصالي للمواطنين، يمنع الوزراء من التحرك، يسيطر على المواقع السيادية، يسمع، يعني هو الذي يمارس السيادة في اليمن بمنع طائرة الرئيس، ويعطي الأوامر للطائرة اليمنية بالمكوث في مطار عدن أو لا تمكث، يوقف يعني يسمح للسفن بالتحرك، يؤخر البضائع. يعني الأمور كانت انقلاب، نحن فقط كنا ننتظر الإعلان الأول. في لحظة، في ناس يقول أنه الاستراتيجية تغيرت، لا، الاستراتيجية لم تتغير. إعلان انسحاب الإمارات خطوة من استراتيجية الإمارات، لأنه هي توصلت أن أصبحت الآن، ونحن تحدثنا من هذا البرنامج وتوجه لي نقد كثير، كنت أقول لكم أن المناطق الجنوبية هي مثل كردستان، ينبغي تدريب الكوادر فيها حتى يستطيعوا إدارة الحياة اليومية. ولهذا في انقلاب سابق كان هناك استعداد أن كل جماعة تستولي على مؤسسة، يعني كانت هناك تدريب على هذه العملية. هنا تم إيجاد ميليشيات، إيجاد أموال، سلاح، وحتى الخارطة العسكرية ستلاحظين توزيعها، يعني كل معسكر أو لواء يقابله لواء وحزام، حتى لا تأتي مواجهات، سواء الميليشية انتصرت هناك واقع جديد، إذا لم تنتصر هناك قوة في الجغرافيا. ولهذا في لما قصفت الأباتشي، في إطار هذا التوازن، السيطرة على العاصمة، كان المخطط واضح، لا ندري الحكومة، رئيس الجمهورية ماذا كان ينتظر. عندما تمنع طائرة الرئيس هذا انقلاب. هناك من يقول من البداية، صحيح، من البداية. لما يقول واحد الآن، أنا أستغرب على المحللين، يقول أنه القوات المدعومة إمار، الانقلاب إماراتي، يعني بمشاركة سعودية وموافقة سعودية، انقلاب الإمارات هي التي نفذت الانقلاب. لا، هذا هنا خطأ في التوصيف، ليس الميليشيات المدعومة إماراتيا، الإمارات نفذت انقلاب، والذي قدم المال والسلاح و400 مدرعة والأباتشي اللي ضربت والأموال المدفوعة والسلاح النوعي، وعدم تسليح الجيش اليمني، موافقة دول التحالف، عدم تسليح الجيش اليمني يعني أن السعودية شريك، يعني هي التي لم تسلح الجيش اليمني، إيقاف الجيش اليمني عند خوم صنعاء، والآن يتحدثون في الجنة يقول لك حرروا بيوتكم، أنتم لم تتقدمون، لم يعطوا سلاح، وأفقدوا الجيش اليمني معنوياته، فقدوا الجمهور الثقة بالجيش اليمني، طرحوا جيشنا على حدودهم، 30,000 جندي يحمي الحدود السعودية، ثم تركوا جيشنا، يعني الحرس الجمهوري في عدن يموت. هذه مشاركة سعودية صريحة وموافقة، لكن
الاختلاف في التوقيت في ضمان الانقسام. إذا نحن أمام الآن واقع جديد. رئيس الجمهورية شيئا فشيء فقد قدرته السياسية، يعني يسمى الاقتدار السياسي، بمعنى أنه ليس لديه أموال دفع مرتبات من السعودية. يعني هل يمكن للرئيس يستعيد دولة من الرياض؟ هل يمكن للرئيس يعني وزير النقل، وزير النقل كان يمنع من التحرك ويصمت، هل يمكن لرئيس دولة يسمح يعني كيف يقبل؟ أنا صراحة لا أستوعب كيف يقبل أن لا تنزل طائرته في مطار صنعاء، كيف يقبل أن في مطار عدن يعني أن يؤسس أحزمة ونخب ولا يصدر أمر، وكنا نقول له اصدر والناس بحت اطلب خروج الإمارات. الآن الإمارات سبقته وأعلنت أنها انسحبت. الآن لو قال الإمارات تنسحب ما أقول لك انسحب، لها فإنها منسحب أصلا ومش محتاجة تبقى الآن. الإمارات عندها قيادات، كل شيء مخطط وتدير منظمة كنترول. طيب لماذا الآن لو قال الإمارات تغادر يقول إحنا غادرنا خلاص، إحنا وجودنا الآن ليس بسبب التحالف، وجودنا الآن لمواجهة التنظيمات الإرهابية، ونحن لإملاء الفراغات الأمنية، وهذا يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووجودنا مختلف. أي كيف تدير هذا الوضع؟ الآن نحن أمام واقع جديد. حتى كنا وأنا قلت من هذا البرنامج إنه حتى العمر البيولوجي للرئيس والعمر الافتراضي كانوا يعني كانوا عاملين حسابه إنه في حالة الوفاة نقل السلطة لعلي محسن، هناك رفض، بس أكمل بدقيقتين، هناك رفض الحوثيين لعلي محسن والرئيس، والجنوب ايضا يستعد لعلي محسن، بالتالي ما عندهمش خيار الا ايش؟ الانتقال لحكومه وحده وطنيه بمجلس جماعي ثم الانفصال. يعني ولاحظي الحوثيين اول هدف لهم يعني انتقال لحكومه وحده وطنيه والحوار، وهذه شرعيه غير معترف بها. هنا نفس الخطاب، يعني التفاوض، الرئيس يعني صحيح انهم يخدعوا التحالف، نحن مع التحالف ويعني نحن ضد الأخوان، يعني الحارس الرئاسي أخوان، ولكن نحن مع شرعية. إيش من شرعية عبد ربه أنت يعني استهدفت المعاشيق؟ من تستهدف المعاشيق؟ أي شرعية عبد ربه أنت ترفع العلم الجنوبي وفي علم يمني؟ أي شرعية عبد ربه أنت تستهدف رمزيته؟ هذه مغالطات. يعني الحديث عن أنهم يواجهوا الأخوان، نعم سنتحدث عن هذه المغالطات وما الغرض منها، ولكن اسمح لي أن ينضم معنا الأستاذ عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية وقيادي في الحراك الجنوبي، عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء النور. هلا أهلا بك أستاذ عبد الكريم. ما هو موقفكم كقوى جنوبية مدنية مما حدث في عدن خلال الأيام السابقة؟ كل عام وانتم طيبين اولا، وتعازينا لابناء شعبنا في الضحايا الذين سقطوا في صراعات الملك الضائع في اليمن وفي الجنوب بشكل خاص. موقفنا واضح يا سيدتي، نحن موقف تجمعنا واضح، نحن نرفض العنف وندعي للحوار دائما لحل الاشكاليات القائمه في الجنوب، وهي كثيره، ولا نؤمن بالعنف ولا نؤمن بسفك الدماء ولا نؤمن ب الاستقواء بالخارج ضد الخصوم الداخليين المحليين، ونطالب دائما بالحوار، ودعينا أكثر مرة للحوار، وقدم تجمعنا أكثر من مبادرة للحوار الجنوبي، ولكن لم تكن هناك آذان صاغية لما نطرح، وكان هناك طبعا في توجهات لفرض الأمر الواقع، وهذا لم يكن من اليوم، إنما هو إفراز من إفرازات العقلية الجنوبية التصارعية منذ العام 2009 التي وقف أمامها الحراك الجنوبي السلمي وأوقف نزغها في العام 2009، لأنه كان لسه ما تكالبتش عليه الأمم ولم تعمل على تخريبه من الداخل وفكفكته كما فعلت بعد العام 2015. إذن هناك حاليا نبرة مناطقية أستاذ عبد الكريم في الجنوب وفرز حسب البطاقة الشخصية، ما تأثير ذلك على النسيج الاجتماعي في الجنوب؟ طبيعي أن يدي من الصراع إلى هذا المعال، طبعا لأنه عندما يقوم الصراع على أساس قهوي مناطقي طبعا هذه تكون نتائج. الصراع في الجنوب هو وان اخذ في مراحل سابقه مسميات التقدميين والانتهازيين واليساريين واليمينيين، الا انه في حقيقه الامر كان
يصب في يعني في نهايته الى تصفيه حسابات مناطقيه واعدامات بشكل مناطقي، وايضا كان يصب ايضا في تصفيه حسابات بالبطاقه الشخصيه. وهذا ما دعينا وشعينا دائما الى تجاوزه وتجنبه، وعملنا على التصالح والتسامح الى جانب رفاقنا واخواننا المناضلين في الجنوب، ونجحت التصالح والتسامح. ولكن جاءت عام 2015 مثل ما قلت لك وفرضت امر واقع اخر، فرضت واقع اخر، واصبح لدينا هناك الكثير من المتسابقون على الجنوب وليس لاجل الجنوب. وطبعا في ظل التسابق هذا كثير من الساتة عندما نتناقش معهم يقول يبرروا ان حكايه انك من حقك انك تجيب ابناء منطقتك، ومن حقك انك تجيب ابناء قبيلتك، ومن حقك انك تجيب ابناء عمومتك، على اعتبار ان منطقهم هذا يقول انه ما بتثقش في احد الا هؤلاء. وكانت صدمه بالنسبه يعني هل تنظر للصراع الذي حدث هذه اليومين انه يعني مشابه لما حدث في السابق؟ طبعا هو حلقه من حلقات الصراع السابق. نعم. وهو طبعا افراز من افرازات هذه الصراعات. طبعا هذا شيء مؤكد ونحن نبهنا اليه، وانفجر الوضع الان وخرج من ايدي اخوتنا الان، ونحن امام تصفيات مناطقيه وتدمير البيوت ومهاجمه البيوت لابناء محافظات معينه ومناطق معينه، رغم انه في كانت المواجهات عباره عن خليط مثل احداث يناير، يعني كان في شويه خليط من المناطق في كل الاطراف، ولكنها المطلق كان مناطقي طبعا. واليوم نحن امس بنسمع مداهمات للقائد سليمان الزمكي ولبيت الاخ وزير الداخليه الميسري ولكثير من النشطاء السياسيين والقاده الجنوبيين، وهذا هو ما يتحدث عن المناطق وليس نحن، انما نحن نقر بواقع موجود ونقرا واقع موجود امامنا. نحن نبهنا من هذا الشيء ودعينا الى عدم التسابق على قصر معاشيق، لان قصر معاشيق ليس فيه السلطه بقدر ما فيها مزيد من الدماء ومزيد من الضحايا التي لن تؤدي الى شيء. نعم. فنحن اليوم امام واقع مؤلم للاسف الشديد، ونتمنى ان نتجاوزه. اذا بخصوص السيناريوهات القادمه استاذ عبد الكريم، هل تعتقد ان الوضع سيستتب للانتقال في عدن او في الجنوب، ام ان الامور ستنحى منحى اخر؟ في الجنوب دائما كانت غلطة هناك ارتكبها الجنوبيون وما زالوا يرتكبها وبأريحية وبمتعة شديدة، يعني وهي غلطة تجاوز المصالحة الوطنية الجنوبية. الجنوب الذي قام على التصارع منذ الستينات، من الثورة الأولى في الستينات، يتجاوز أهم استحقاق سياسي ووطني وهو المصالحة الوطنية الجنوبية. حاولنا قدر الإمكان نفرض هذا المبدأ على اخواننا المتواجدين في الساحه، ولكن لا 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 حياه لمن تنادي، ورفض الموضوع وقام الانتقالي وكرر طبعا غلطه الجبهه القوميه، وكرر ايضا غلطه الحزب الاشتراكي اليمني عندما ذهب لتوقيع الوحده دون مصالحه وطنيه جنوبيه مع ابناء التيار الذي خرج في 86 والذي خرج ايضا في 78 والذي خرج في 66 والذي خرج في 68 والذي خرج في 63 و64 وعوام الستينات عوام الحرب الثورة الأولى، لم يتصالح معهم وذهب منفرد. أيضا اليوم تكررت العملية وذهب الانتقالي منفرد، ولكن الفرق أن ثوار الأمس كانوا يذهبون بقرار من رؤوسهم، أما اليوم فالمعركة هي معركة طرف أقليمي واضح وموجود وهو من وجه لاتجاه هذه المعركة، وهو من ذبح أبنائنا، وهو من انتصر في الأخير، يعني هو من انتصر. أما الأطراف المحلية فهي أدوات إلى الآن، أدوات تنفذ وتقوم بواجباتها تجاه هذا الراعي الأقليمي الذي يتكفل بكل شيء حتى المرتبات الشهرية لهم. نعم. إذن ما هو مصير الدولة ورمزية الشرعية خلال المستقبل القريب؟ كيف تقرأه أنت؟ رمزية الشرعية تظل في خطر إذا استمر الرئيس عبد الرب منصور هادي خاضع لما يملى عليه من قبل التحالف. التحالف اليوم وصل إلى طريق أنه فشل، التحالف فشل، والتحالف في الحركة هذه اللي عملها وأيدها هو خدم الحوثي أكبر خدمة ممكن يقدمها له. الحوثي في الفترة الماضية رفع شعار أنه هذا عدوان
اللي نسميه نحن ونقف الى جانبه وقاتلنا الى جانبه وسمينا تحالف عربي هو يسميه عدوان. تقريبا الان هذه الخطوه اللي قاموا بها في عدن اكد انهم بالفعل معتدين، واخشى انه ما تبقى من اليمنيين شمالا وجنوبا ينضموا للحوثي، واخشى اننا ارى بكره اصطفاف يمني كامل ضد التحالف و ما لا ندري الى اي المآلات يقود ذلك. تفضل. إذن شكرا جزيلا لك عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية والقيادي في الحراك الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذن دكتور عبد الباقي، وددت التعليق أنت على بعض النقاط. هو التعليق فيما يتعلق بالهويات، لأنه عندنا الآن ما يسمى باليمن مركب هويات، فشل الدولة اليمنية القديمة والبعد الوحدة كلها في صهر الهوية الوطنية، يجعل الهويات السابقة للدولة تختفي عند الاستقرار وتظهر عند التأزم. يعني عندما تحدث مواجهات، لذلك 86 ظهرت المناطقية. الآن الإمارات استدعت الهوية الجنوبية والشمالية، الحوثيين استدعوا الهوية العقائدية، فشل الدولة يستدعي المناطقية. إذن هذه الانتماءات المركبة. الآن في عدن هناك هوية حضرموت، هناك صراع 86 بين المهيمن والمهيمن عليه، الآن في هيمنة الضالع يافع، وهناك هوية أخرى أيضا سترفض هذه الهيمنة الضالع يافع. هناك أيضا هذه الصراعات الآن المدروسة استخباراتيا تقوم بتنقية الجغرافية الجنوبية من داعمي مخرجات الحوار، من داعمي السلطة، تحت مبرر أنهم إخوانجية وتحت مبرر أنهم مش من أبناء عدن، كل هذا للسيطرة على الجغرافيا، ومدروس ما يسمى بعلم النزاعات، إيجاد احتقانات. لكن لهذا الاحتقان خطر كبير جدا. أنا أتفق مع في طرحه أنه الحوثي استفاد، الحوثي الآن يستطيع رغم أنه أعطى يعني عهود بالتوقف عند خط معين بين الشمال والجنوب، لكن يستطيع الآن يغير في حال إذا تنكر للعهود، يستطيع يربك المشهد بالتحرك تحت إطار الوحدة الوطنية والعدوان، وهناك نوع من الاحتقان واستغلال هذا الاحتقان يستطيع عيد التحالف وندخل في معركة أخرى. يعني الإمارات تعتقد واهمة أن تقسيم اليمن شمال وجنوب يقسم مثل الورقة. هناك ما يسمى بعلم الاجتماع الذاكرة المثخنة بالجراح والثارات. عندنا ثارات اجتماعية، ثارات وطنية، 86، 79، هيمنة أبين وشبوة، هيمنة هنا، هيمنة هذا، كله حرب 94، كل هذا في العلم الاجتماعي لا يمكن لك أن تحدث استقرار إلا بالمصالحة الوطنية مع الذاكرة. وبالتالي يعني الآن خلقوا احتقان جديد. الآن البيئة اليمنية بيكون لدينا الآن استدعاء هويات، لدينا غياب دولة، رئيس الدولة ساهم في غياب الدولة، في هذا التركب بالهويات شيعة سنة شمال جنوب وداخل الصراع المذهبي مدخلي سلفي إخوان، كل هذه هويات تتداخل، وبالتالي لا يمكن للإمارات والسعودية أن تسيطر. السيناريو المرسوم الآن في يعني رئيس الدولة، أنا قطعت قلت حتى في حال موت الرئيس هم حسبوا أنه الآن نحن أمام واقع. أنتم الآن في الإمارات نفذت انقلاب بمباركة سعودية في الجنوب. طيب كيف تحاربون الحوثي أنه عمل انقلاب على السلطة وأنتم تقومون بنفس الفعل؟ إذن وأنتم قمتم بالانقلاب الآخر، إذن الجنوبيين بيطالبوا نتعامل بالمثل وندخل في اتفاق جديد، وهذا ما تحدثنا عليه، قلنا أنه اتفاق ستوكهولم يعني المناطق الشمالية، وبالتالي هم كانوا كان هناك هذا الإعلان. الإمارات فقط استبقت، كان مهمتها أنه عندما تتطور التفاهمات ستعلن الانفصال. نظرا للضغط الدولي لحقوق الإنسان وفضيحة جمال خاشقجي، إيش أدى؟ أدى إلى أنه وضغط المؤسسات الأمريكية بصفقات السلاح وسمعة الإمارات عجلت بالخروج لامتصاص الضغط الدولي، وقدمت وأول ما أعلنت وتحدثنا هنا أنها ستعلن قريبا انقلاب، وتحدثنا يعني الإنسان البسيط يعرف أنه خرجت يعني أنها لن تتحمل مسؤولية. طيب الآن نحن أمام واقع جديد،
حتى لو التقوا في الرياض لا معنى اللقاء، لا معنى. الرئيس حتى الآن كنا خايفين زمان نقول لو توفى يعني ليش مي الآن يذهب، الآن بالنسبة له يعني أصبح ما عندكش إلا خيار، حتى يمكن صفى الحكومة حقنا ليس لها، هم أنت نفسك كنت مأس أصبحت نحاس، يعني كنت تستطيع أن تشكل قوة وتستطيع أن تذهب إلى تعز والسعودية تلحق وراك لأنها غارقة في اليمن محتاجة شرعيتك. الآن لو ذهبت في هنا سلطة، هنا سلطة يستطيع الذهاب إلى تسويات بين أطراف النزاع ويلتقي لهم بقية المكون، لكن في عندنا خطورة أخرى. يعني الخطورة الأخرى الخطورة الأخرى تتعلق أنه نحن الآن أمام يعني المجلس الانتقالي هذا لا يمثل أبناء الجنوب، هذا يمثل المصالح الإماراتية، ولا الجنوب ليس المجلس الانتقالي ومناشيته، هذه مناشية مرتزقة أو نسميهم مرتزقة بالأجر اليومي، مرتزقة بالأجر اليومي العسكر، وهؤلاء السياسيين اللي هم يعني لا يمتلكون رؤية استراتيجية أو مهارات قيادية، حتى نسمع خطاباتهم نحن لا نجد نخبة تستطيع التفريق بين التكتيك والاستراتيجية بين تحقيق نحن أمام مجموعة عندها يعني عقد سيكولوجية، يعني لا يستطيع أن حتى يقنعك بعدالة قضيته. نحن الآن يعني الآن مثلا أقرب تهمة لي أنا أخوانجي، وبالتالي هذا الطرح لازم، لا أنا لا 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 لا, لا, لا الموضوع ليس ذلك. نحن ندافع عن يمن عن حتى لو حبوا ينفصلوا في مصالح للبقية، المجتمع تتضرر، كيف يمكن لك أن تفك الارتباط بعدالة قضية؟ ليس بهذه الطريقة. نعم، الإشكالية الآن دكتور يعني ربما كنا نتحدث أنه على الرئيس هادي أن يعني يستغل شرعيته أمام العالم، عليه أن يتخذ خطوة هنا خطوة هناك، بعد كل الأحداث التي نجد أنه يغرق فيها أكثر، هل باعتقادك أنه لا زال هناك أمل في استعادة الدولة؟ أعتقد أن نحن الآن أمام واقع جديد. عبد الرب ومنصور هادي إذا أراد أن أولا ينبغي على هذا الرجل أن يخرج من فندق الرياض إلى جغرافية يمنية، ليس فقط لاستعادة الدولة، لإيقاف بقية المخطط. الآن نحن أمام أطراف تسوية جديدة، الإمارات تعتقد على السعودية. أنا أستطيع أقول لك هنا ليس أننا أقرأ الفنجان، نحن ندرس علم الاجتماع وندرك يعني نستطيع ما يسمى استشراف. نعم، هذا ما يفترض به أن يكون يعني. دقيقة، أنا أقول أن الرجل هذا إذا استمر بهذه النخبة هؤلاء اللي حوله دون فريق استشاري، الآن في مخطط آخر خطير ينتظر الرئيس. أولا لدينا حفتر ميليشيات طارق عفاش، هي ميليشيات من المرتزقة هكذا الوصف، لأنه حتى الآن لا يعترف بالرئيس، لا يخضع في مرتباته للجيش اليمني، بالتالي هذا مثله مثل الحزام الأمني. الهدف من هذا الحزام لميليشيات طارق عفاش، وينبغي أن نوصف بدقة، ميليشيات مرتزقة، هذه مهمتها في إطار عنصرين. العنصر الأول في إطار الاتفاق مع أمريكا لإملاء الفراغات من الجماعات التنظيمية وحماية الملاحة، العنصر الآخر خنق تعز للمرحلة الثانية. في مرحلة ثانية تعلن بعد المجلس الانتقالي هو بأن مدينة تعز كنا تحدثنا فيما قبل، هل سيتم إسقاطها بيد الميليشيات؟ ليس إسقاط، نحن الآن لا أريد أن أبث الإحباط، لكن كيف يمكن لنا أن نوضح يعني هي أن يعني هذه سيناريو نوضح كيف يمكن بأن نتلافي المخطط لمدينة تعز أنها سترفض المشروع الحوثي في إطار قسمة اليمن، ستتجمع في تعز صراعات لاستعادة الجمهورية، وهناك جزء آخر سيدافع عن الوحدة والجمهورية، وهناك جماعة أخرى ستصطف لمواجهة المشروع الشيعي، وهناك هذا الخليط سيحاصر في البحر بوسط ميليشيات، فهم إذا استطاعوا إذا ضعف التعز استطاعوا يضموا باب المندب إلى المناطق الجنوبية في إطار تمزق الوطن، يعني أنه هذا إملاء فراغات أمنية، هيمنة على باب المندب، الإماراتيين لهم هذا المشروع إملاء، والهدف هو إملاء الفراغات الأمنية، لكن أنت تمليها بميليشيات ورئيس الجمهورية صامت، وحصار تعز لأن تعز يريدون فيها يتواجه الإصلاح مع الحوثي لإضعافه، وهذا ضمانة للسعودية، ضمانة أنها سيضعفون الحوثي والإصلاح، ثم سينضم حول الإصلاح المجموعة الوحدوية والنضالية، كل الأطراف ستنهار في تعز، عدن والمناطق الجنوبية ستكون في أمان واستقرار،
كما هو كردستان، البغداد تنفجر وهنا واستنزاف ودمار وفراغات أمنية وتنظيمات قاعدة تستدعي دخول خارجي، الجنوب مشغول بمشاكل وتنمية يعني يسيطر عليه. الآن كيف يمكن لنا لرئيس الجمهورية على الأقل إذا ما تبقى له يعني إذا كان أراد الآن، لا هو الآن أصبح مهمته تسليم السلطة، هكذا المخطط أنه ينقل السلطة إلى حكومة وحدة وطنية في بعض حوار، وبالتالي وتمر بمرحلتين حسب المخطط. مرحلة الحوثيين سيمروا مرحلة حزب الله اللي هو يعني سيلتقوا نحن أخوان والحل يمني يمني والإصلاح جزء منا وهذا عدوان وإلى آخره ونلتقي مع ذل، ولكن من هو الأقوى؟ من يمتلك السلاح؟ ولا نريد حكومة، لا نريد حتى وزير، الوزارة تأخذ الإصلاح، خذوا الوزراء، لكن لا يمر القرار إلا من صعدة ومن الجراف مثل حزب الله. المرحلة الثانية بعد إضعاف القوى، لأن الحوثيين حتى يسيطروا على الشمال لازم من إخضاع تعز والحديدة وبقية المناطق الحامل الجماهيري للفيدرالية والمشروع الجمهوري، وهذا له ثمنه في المواجهات. الآن على تعز أن يعني ترتب ذاتها، على رئيس الجمهورية أن يتواجد لعدم استكمال هذا المشروع. أما يعني كيف يمكن الخروج، لأن تعز لا يمكن لها أن تخضع لمشروع ملكي. الحوثيين أديهم السلاح ومكنوهم السعودية، وأنا أنبههم هنا وأنا أعتبرها يعني بالفعل ذبحتنا من الوريد، كلنا نحن مدركين لهذا، لكن اللي خدعنا هذا المسؤولين أشقاءنا. هو يمنع طائرتك الأشقاء في الإمارات، لم نحن شهداء الإمارات، الإمارات لم يقتل لها أحد من أجل اليمنيين، قتل لها جنود من أجل ميناء عدن وسقطرى ومشروع مواني دبي. يعني هؤلاء إيش يعني قتلوا من أجل المشروع الاستثماري للإمارات وليس من أجلنا. طيب أقول لك السعودية المرحلة الثانية من حزب الله سننتقل إلى الجمهورية اليمنية الإسلامية التي هي لن تكون المملكة المتوكلية، لأنه يريدون بطريقة إيران، ستكون لدينا إيران صغرى إذا تعز خنعت وإذا لم تستعد وإذا لم نعيد ترتيب النخب. أين الآن أقول أين البرلمان؟ يعني شوفي رئيس الجمهورية، يعني أقول لك على شيء وصلتني معلومات دقيقة، الذي تحرك في عدن قبل الجيش قبل الحرس الجمهوري شخصيات قيادية وقبائل وليس الجيش الحرس الرئاسي. الآن رئيس الجمهورية لو كان ألقى خطاب، الرئيس التركي ألقى يعني طلع على الجماهير بتليفون، لو ألقى خطاب الناس يبحثوا عن إطار عن دولة، إذا طلع إطار لما ظهر وزير الداخل عند هذه النقطة، وهي نفس النقطة السابقة دكتور، يعني هذا ما نتحدث به دائما مرارا وتكرارا منذ سنوات، ونحن نتحدث على الرئيس أن يكاشف الناس، على الرئيس أن يتخذ خطوة، على الرئيس أن يخرج من الرياض. لا لا في هذه اللحظة، يعني لو خرج وقال للمواطنين دافعوا عن وطنكم، لن يخرج. دعنا نقرأ السيناريو بما هو موجود بالواقع، ما الذي سيحدث في ظل علمنا تماما أن الرئيس لن يخرج، لن يحدث الناس، لن يخرج من الرياض، لن يقوم بأي خطوة إيجابية واحدة، ما الذي الآن إذا في أكثر من رؤية، إذا كان كلنا ننتظر الحل من السعودية كما هو الآن، يعني انقلاب في عدن نحن ننتظر لقاء ولي العهد السعودي يعني الملك سلمان مع دبي، يعني اللي أسقطونا ننتظر الحل منهم، هذا جنون. يعني الذي انقلب عليك تنتظر منه حل؟ نعم. الذي ترك الحرس الرئاسي 4 أيام وهو يسمع تصريح بن بريك يقول سيدخل المعاشيق وهو صامت، أي سكوت هذا؟ الذي كان بالأحرى أول، لو كان السعودية صادقة أول ما قال إنه سيدخل المعاشيق الرئيس مع فيلق عسكري سعودي في المعاشيق لحمايته لن يتقدم المعاشيق، يعني كان الأمر واضح، رئيس الجمهورية مارس مهامه، وحتى لما منعوا لو كانوا قادين في الموضوع، لكن كان لهم متفقين على تقسيم اليمن. إذا السيناريو الآن إيش ينفع؟ الآن نحن علينا إذا الشعب اليمني والنخب السياسية والأحزاب السياسية والمجتمع الآن شوفي أي إنسان يتحدث بعقل أو يتحدث بوطنية أو يتحدث يعني يتهم أنه إصلاح، وهذا خلط، يعني هذا هو الثورة المضادة، كأنك يعني أي واحد يتحدث عن وطن يتحدث منطق اليمن الموحد أنت تتحدث عن تنظيم إرهابي، هذا ما عندناش خطاب. الفريق الوطني ليس لديه خطاب، نحن الآن بحاجة إلى أن يكون هناك تحرك وطني، كتل وطنية تتحرك، برلمان يلتقي ويحدد مواقف لإيقاف بقية المشروع، نقبل بحوار، يعني نشوف كيف، لأنه الآن بيتدخل الأمم المتحدة بتدخل
في إطار مرجعية ممكن تأتي. نعم. لو سمحتي بس جملة واحدة حتى لا نقطع. احتمال تأتينا مبادرة خلجية ثانية لاستيعاب الانتقالي. نعم، وهذا ما سأسأل في ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من جدة. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى ضيفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. لقاء بين هادي والملك سلمان، هل هو للتباكي على اللبن المسكوب كما يقال، أم أن هناك ترتيبات سعودية لإضفاء شرعية على الانقلاب؟ نعم، حتى هذه اللحظة لم يتم نشر ما دار في اللقاء بين فخامة الرئيس وبين الملك سلمان. طبعا هناك موقف تم إعلانه وهو موقف واضح وصريح من قبل المملكة العربية السعودية، تم إعلانه عبر بيانات رسمية أن المملكة ما تزال تدعم اليمن وتدعم الشرعية مطلب فخامة الرئيس وتدعم اليمن واستقراره ووحدته. هذا ما صدر بعد اللقاء. نعم، هذا ما يصدر في البيانات أستاذ مختار، وربما تكرر كثيرا هذا الكلام، ليس بجديد، ولكن ما يحدث على الأرض مختلف تماما عما يحدث في البيانات. يعني هل يعقل أن السعودية لا تعلم ما الذي يدور في عدن منذ 4 أيام وهي صامتة حتى أصدرت البيان؟ طبعا الجميع يعرف، المملكة العربية السعودية تعرف والشعب اليمني يعرف والجميع يعرف ما الذي حدث في مدينة عدن من قبل الميليشيات الانقلابية التابعة لدولة الإمارات. طبعا كان هناك موقف وهو أنه تم دعوة الانقلابيين إلى الانسحاب من كل المناطق والمعسكرات والمؤسسات الدولة التي خرجوا منها، وإلا فإنه سيتم استخدام القوة العسكرية لذلك. حتى هذه اللحظة لم يتم الانسحاب، بل بالعكس من ذلك تماما، خرج هاني بن بوريك وقال للمملكة العربية السعودية في تحدي واضح للمملكة أن الحوثيين صمدوا 5 سنوات، بالتالي هو مستعد أن يصمد. هذا هو الرد الحقيقي الذي أعلنه الإرهابي هاني بن بوريك. بالتالي ننتظر ما الذي ستقوم به المملكة العربية السعودية بحكم أنها قائدة التحالف وأعلنت أكثر من مرة أنها ملتزمة بوحدة اليمن واستقرار أراضي ودعم الشرعية الدستورية. فسننتظر ما الذي سيرشع عن اللقاءات التي تمت اليوم وبالأمس، وبعد ذلك بالإمكان الحديث بشكل واضح، وننتظر بعد ذلك موقف من القيادة السياسية ممثلة فخامة الرئيس، ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الشرعية إذا ما حصل وإذا أيضا مواقف الأشقاء والأصدقاء. نعم، إذن اليوم طارق صالح يسيطر على معسكر ذوباب في الساحل الغربي، يعني أن الإمارات تسيطر على المناطق الحية والاستراتيجية عيانا بيانا، هل ستظل قيادة الدولة في الرياض تتفرج على البلد وهي تنساب من بين أيديهم؟ الإمارات العربية المتحدة، وأنا تحدثت أكثر من مرة وليس اليوم فقط، منذ 3 سنوات ونصف وأنا أتحدث في كل وسائل الإعلام وأقول أن الإمارات لديها أجندة تدميرية في اليمن، تريد السيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية لليمن، تريد جزيرة سقطرة، تريد جزيرة ميون، تريد ميناء عدن، تريد المناطق الاستراتيجية في اليمن. ما رأيناه اليوم وبالأمس من قبل الميليشيات التابعة لها سواء الانتقالي أو طارق أو غيرها أو كل التشكيلات المسلحة التي لا تنضوي تحت إطار الدولة ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ستظل ميليشيات، وما قام به سواء طارق عباش أو غيره ستظل عمليات انقلابية على الدولة. يجب على الدولة أن تتصدى لكل هذه العمليات، ولا بد أن يكون هناك موقف. فنحن لسنا في زمن الصمت، الصمت أصبح أنا أعتقد أن الصمت في هذه المرحلة هو خيانة لدماء الشهداء وخيانة أيضا لما يحدث في اليمن من انقلابات ومن محاولة لإنهاء الدولة ولهياكل الدولة وأيضا لما تبقى من أحلام اليمنيين أن تبقى لهم دولة سواء في الشمال أو في الجنوب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن دكتور، يعني ربما فعلا يعني هو حقيقة هذا ما سيحدث، أن الشرعية هي تنتظر ما الذي يمكن أن تقوم به السعودية كونها قائدة التحالف، وربما الاجتماع الأخير يثبت ذلك. يعني 4 سنوات ننتظر ماذا ستقدم السعودية، نتائجها واضحة. يعني أنا قلت قبل قليل إذا الشعب اليمني ظل
ينتظر، قلنا نقول زمان نقول لهم لا تنتظروا المرتبات من السعودية، لا تخلوا جيشنا الوطني مرتبط متى بيعطوا المرتب متى بيقطعوه. الآن مثلا بالاحتمال جيشنا الوطني الذي معتمد على ممكن السعودية تقطع المرتبات، لن يستطيع حتى يتحرك. يعني الآن مصيرنا يعني أنت الآن مشلول، يعني جيشك تدفع مرتباته السعودية، ممكن يأخروا عليهم الفول تعمل أزمة. طيب الآن منتظر حل، أي حل؟ 4 سنوات يعني هل نحن أغبياء؟ 4 سنوات ننتظر حل من السعودية؟ السعودية واضح لا، يعني هل ننتظر من السعودية التي وضعت الرئيس في الرياض 4 سنوات وهي تتحدثنا أنها ستستعيد الدولة؟ هل ننتظر يعني صفوا الحليف صالح، استولوا على السلاح، أعادوا صياغة الذاكرة النشأ الوطنية، شوهوا الذاكرة الوطنية، خلقوا جيل عقائدي، صهروا قوات صالح عقائديا، استولوا على المعلومات والقاعدة المعلوماتية، فرضوا أنفسهم يعني على الواقع بشكل كامل، قدموا حتى تركوهم يقدموا، يعني كانت الدولة الإمارات تفشلها في الجنوب فراغات ما فيش خدمات، وأنا أسمع يقول لك الأمن في صنعاء أفضل من عدن، هذا كله مدروس، الأمن في صنعاء أكثر مدروس من قبل الإمارات إنه الدولة فاشلة في الجنوب والحكومة الآن. إذا نقول للشعب اليمني لا تنتظروا حل من السعودية، لا ننتظر حل من السعودية، يعني 4 سنوات ننتظر حل، يعني حتى الآن لسه لم يفهموا، يعني الممن لا يلدغم، يعني لا يمكن لنا أن ننتظر حل من السعودية والإمارات. نحن يعني تم اغتيارنا، وزير الداخلية كان صريح، يعني واحد يقطعك من الوليد تنتظر حل إيش؟ الآن قلنا ينبغي على هذا الرجل الرئيس، أو طلبنا قبل فترة قلنا أنه هذا حتى نشكل ضغط على هذا الرجل لابد من وجود كتلة وطنية فوق حزبية، والإصلاح لا يبقى هو الشماعة عليه. وأنا طلبت الإصلاح، قلت له ابتعدوا عن التعيينات الإصلاح، ضعوا الشخصيات الكفاءات وانسحبوا. شوفوا حزب الله يعني يهيمن على الشام اللبناني، وكان يقول مسيش وزارات، لكن لا يمكن يمر قرار إلا بحزب الله. وبالتالي الحوثيين في صنعاء يقول لك احنا ما نشيش وزارات، لكن يحكم هو رئيس اللجنة الثورية. يعني الآن ينبغي على الحركة الوطنية في الداخل، ما زال معنا أمل لألا نذهب في النموذج العراقي، خاصة في المناطق الشمالية. النموذج العراقي عدن من المحتمل بعد الاستقرار تحدث بعض عمليات الإرهابية لتستمر الإمارات بتدريب الحزام الأمني لإملاء الفراغات. نعم، لكن الآن يعني الوضع في عدن واضح وجود النبرة المناطقية تتصاعد في عدن وأبين والضالع، ونقاط تطلب إبراز البطاقة أيضا، ما مخاطر هذه الممارسات على النسيج الاجتماعي دكتور؟ هذا من أخطر، يعني هذا شوفي السعودية أفقدتنا 50 سنة من الجمهورية يعني استعادة ثورة مضادة في الشمال وبإسقاط المشروع الوحدوي في الجنوب، استدعاء الهويات الأولية، القضاء على الدولة الوطنية شمالا وجنوبا. يعني عندما وطبعا الاستدعاء الإمارات قامت به منذ الخطوة الأولى إخراج أبناء الشمال، واضح فرز حسب الهوية، وبعدين سيكون فرز حسب الضالع يافع، فرز حسب الآن بيكون في فرز آخر، كل الموالئين للسلطة الشرعية أو المقاومة سيتم تصفيتهم، كلهم غير سلفية مدخلية سيتم تصفيتهم، هذا كله يعني قمع، لكن سيكون له نتيجة ماذا؟ تمزيق المجتمع الجنوبي، لأن المجتمع الجنوبي بريطانيا لما عرفت الدخول لعدن كان ما عندهاش خيار، يعني كان ليس يعني عملت شيء لمصلحتها لكن خدم الشعب اليمني. هي كانت تريد عدن مدينة كونية أو كوزموبوليتية يعني متنوعة، بحيث أنها ما فيش حد يقول أنا عدني، ما فيش حد يقول هذه حقي، والناس تعايشوا، هذا كان رصيد يعني كان يفترض البناء عليه. الآن للأسف الآن عدن دكتور. عدن اللي كانت مدينة أصبحت ريف قرية للأسف. وبالمستقبل عدن ستكتشف أن المجلس الانتقالي أخذ هذا المجهول، والإمارات سيكتشفون أنهم سيعيشون أوضاع إذن. مثل الحوثيين، والدليل واضح من الاستيلاء على بيوت أعضاء الحكومة والذين مواقفين مع الشرعية، من التصفية الأئمة، من القضاء على المدنية العدنية. عدن كانت روح المدنية.
شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.